هواء شديد جدا يعني، عشان كده ممكن يكون الصوت مش واضح كتير. لكن كل دي صور من منى الآن مع أذان الظهر في يوم الترويه. أذان الظهر في منى، بدأ توافد الحجيج إلى هنا في يوم التروية. يستحب أن يحرم الحجاج ويأتون إلى هنا ضحى. الأجواء هنا فيها رياح ساخنة، ولكن كما نشاهد بعض وفود الحجاج بدأت في التوافد والوصول إلى منى، ويتوقع أن تتزايد الأعداد مع نهاية اليوم للمبيت في منى، تمهيدا للصعود إلى عرفات فجر غد الخميس. زي ما حضراتكم شايفين كده، الأعداد اللي وصلت حتى اللحظة قليلة، ولكن بدأوا بالفعل في التوافد. والمسألة فيها تنظيم دقيق جدا، عشان كده يعني في أماكن مغلقة والوصول إليها مش مسموح دفعة واحدة، لكن عملية التنظيم عشان ما تحصلش زحام. والجو هنا يعني فيه هواء شديد يعني، ولكنه هواء ساخن، هواء سخن وأجواء حارة بعض الشيء يعني. قطار المشاعر بدأ في نقل الحجاج، القطار بدأ ينقل الحجاج القادمين للمبيت في منى.